حياتي يا حياتي. في الجزء الثاني من جي دي تي فرحان برشا نستقبل وحدنا الكبيرة العملاقة الجميلة الممتازة لطيفة القبسي. قالوا عاونها عاونها خلي مدام لطيفة مدام لطيفة تقعد اي مرحبا يا لله زارتنا البركة عايشك ريت ما حبش يقوم يفهم روحه نرموه وحده يقوم يقعد الكراسي بسم الله المطنشة انا ما نجمش يا لله مرحبا فرحان برشا فرحان برشا انك بحذينا نستغل وجودك باش نذكر نهار السبت عملية القرعة تاع 100 مليون دونك فازي يبعث بالاس ام اس على 85 810 100 مليون نهار السبت هذايا في فكرة سامي الفهمي مع هادي زعيم على قناة الحوار التونسي كان تبعث توا تنجم تربح السبت هذايا مش مازال الجمعة من بعد السبت تربح مبلغ 100 مليون كاش. سؤال لطيفة ما تجاوبنيش عليه توا خليه من بعد علاش خماني ولدك انا ولا ايوه اي بيان سور معناتها احنا نحبوا بعضنا ولا انا اسمع انا تونس كامله اولادي وبناتي لا نحكي على روحي تو اي انت ولدي من جمع خين تمنين جيت من نحب واحد قبيله تونس اي مولدك ولا اي باه ما تجاوبنيش ها ما نجاوب علاش عملت لي كيك على فيسبوك مر نجاوبك من بعد كيما انت باه واضح خلي مالا بعد شويه تجاوبنا باه ندوا شويه غنيها كان حفروا شويه جو يلا عملنا شويه شوفمون كانت نجم تسمعنا هكا حويجه هكا على الطاير موال يعني عطاير عطاير اكيد موال اي موال عطاير اختار هذا يشوف مورا مازلنا باش نغنيو برشا مازال ضرب صحيح مازال ضرب الصندي كتب حياتي مثلا ابي حي عيني من كتب حياتي اعطينا كرس حياتي الليل ورش ما بنمشي ما بالك بعمل عليه الليل ورش ما بنمشي ما بالك بعمل عليه ملعون ابوك يا فقر حوجني للاندال زليت عزيز النفس عشان عدم المال ملعون أبوك يا عوزة ملعون أبوك يا عوزة زلت السؤال الله الله سيبون عاي سيبون مستنى مستنى مش خلي مستنى مش خلي اقعد عاي شد هو تقول يستنى بالله العظيم طول مولود في كباري هذاك انا اقصد الناس كل مرشوق شي غريب اي علاش علاش عجبتني معناتها صوتها حمومه العشسيح انا قلت الله الله بشويه اي علاش علاش قلت لي هكا انا اسمعني عارفها الليله ربي عديها على خير لا في كل شيء عجبني قلت الله انا عارفها على وضلها نقص من العياط بعد وانا ماذا بيت نقصوا بالعياط الكل باش نجموا نصبحوا مع بعض ديجا زياد سيبني زياد مش من توا مازلنا نحب حلقه تعدى بيه انا محلاه ما نحبش مشاكل الليله نحب نضحك ونلعب نحب يدفع على حسابي اللهم صل على النبي ريت ما بالله العظيم يقفف على حسابي زيادة اختي المشاهده في الدار كان قاعده تفرج فينا نعم وشكل مسيو على غراده قال لك راه فما حرب في اوكرانيا راك تعرف احنا التوانسه رانا حنين على الاخر وراني زلنا نستقبلوا في الدار بحضنا اوكرانيه ليش لازمها تعيش معانا شنو هي ردة الفعل؟ هذا بها شوف شكون ردة فعلك مدام شوفوا ردة فعلك في المباشر مع اخونا سليم ونرجعوا نحكوا عليها عسلامة ومرحبا بكم كلم صاحبتك مرتك ولا خطيبتك قل انا توا في وسط البلاد وفما طفله اوكرانيه طالبه اللجوء ما عندها وين تفيتش روح بها للدار شنو هي تكون الرياكسيون تاع مرتك ولا خطيبتك ولا صاحبتك تبعون موجهو امسك الطياره نتاع اللجوء من اوكرانيا لقيت طفله لهنا تجيب لنا اوكرانيه اي تجيب العاب تجيب كل روحك
نلقاها لهنا قالت لي تروح بيا للدار نروح بها ولا نروح طنجية ولا أوكرانية؟ أوكرانية أوكرانية هي يا بابا نورمال زعما عادي نورمال طنجية عندي تفرح بها؟ ها قالت لي باش نعدي جمعة لهنا هي هاد حبر مسالش؟ مسالش من مشكل ما ايش مصرنا يا بنت؟ ايش الطفل؟ ايه بابا نورمال في الدار وانت مسلم؟ ها؟ وانت مسلم؟ وانا جيب عطش بي ايه نورمال مال نروح بيه فما زوز حسيلو كلهم عرفت فما شكون روحوا بيهم وكل واحدة حسيلو وين القاد تمشي فما زوز حسيلو ساكن بشي بيته البرة كيكا نعم تربي بشي خليوها نعم تربي انا دار خنجيبهم بعدين وباش تحطهم وين بالضبط فانا بلاست شنو المشكل شنو المشكل هيك عنا بيت زياد احنا في الدار تاعو المشكل شنو اللي فيه شنو المشكل كيفاش انت تحكي هاك وباش تحطهم هيك عنا بيت زياد احنا بطبيعتنا حاطين فيه دبش ما فيهاش اي تاو نحطهم هما لا عليه خليهم بيتن هما نخرجين متخيل بيض الشعر اصفر والله ليه واحده شعر اصفر وواحده كحل مش الزوز اصفر اسمعني تكبر قلبك كبر القلب اسمعني 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 ما تحبش تربح حجر عند ربي يا بنتي ما يربح حجر انا ربحهم في التوينس على الاقل يا بنتي يربح حجر ميسيلش راه ثياب عند ربي نهار ياخر حرب وواعد ما نربحوش الحجر بالشيء احنا ما نربحوش ربحوا عندي يقعد انت وياهم البيت وتحت الحيوط وربح حجر من انت وياهم ليه عاد ليه وين مشي بيته بالله تنشوف لكم ملجا راني لقيت طفله اوكرانيه جتهم في الطياره البارحه باش نجيبها معايا للدار وتقولي فيها فرحا مسرورا معناها اسمها ماريا ساعه مزيانه مش نورمال ماريا يعطيك والله دنيا ان شاء الله لك ولاها هدي لاباس هك غادي لا تجيني لا انت لا هي ايش نعمل لها انا جايه صاي يا ودي جيب جلال بك انت وياها ما تجينيش صاحبي ما تجينيش برا لو وانت بائس ما هي طالبه اللجوء اكم سوري والزوز طالبين اللجوء بار انا صار نمشي لاجئ معاه اي برا تلوجئ انت وياها شوفوا شكون يلوجئكم في زو نلقى طفره اوكرانيه في الشارع باش نروح بها للدار حلق اش قلت لك انساني على طول ربي معاك ربي معاك ومعاها اسمع توا هبط نخدم عاد نلقى فما يحكيوا لي على الطياره اللي جات البارحه نتاع اللي روحت بالتوانسه فما زوز اوكرانيات جاو زوز بنات عاد طالبين اللجوء قالك حالتهم رثه ما يسخفوا مساكن ما عندهمش حتى في فلوس شي بيت وكل عنده حق اوتيل لا كل شيء عاد نسقت مع الدار باش فما وحده منها باش معناتها باش تجي تعدي ايامات بحذانا حتى ربي يحنا ونشوف كيفاش تلقى وين تسكن. فهمتك تخفق حالهم انت معناتها. اه؟ تخفق حالهم؟ ليه مش حالهم حالها وحده برك. اه وحده هي بها يجيبها يا ما هي تدخل انا نخرج. يا خل نخرج من. ما فهمتش عليه معناتها نحب تصفيقه ساعه على سليمه اخي غشوي قلوبكم مش كبيره علاش ما عادش الرحمه في البلاد وكان تقول لكم احنا فما واحد طلياني طياره باش يجي يسكن ايطاليا فما حرب في ايطاليا ما عادش الرحمه اخويا انت تعرف انت مازالت الرحمه انت مازالت الرحمه بيان سور الرحمه مازالت ونص الرحمه ديما موجوده تقبل ولا لا؟ با دي تو مش با دي تو علاش اي باع علاش؟ يزي عادي مين حتى كان بريفير يمكن اوكرانيه وما ما تحكيش لغتنا اوكراني اي اوكراني كابل الذكور لطيف الذكور معناتها اوكراني يجي ما عندكش مشكل مرحبا بي فلاديمير انا بصراحه الكعب الكعبه واحده اللي مضبوط بزوز 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 اوكرانيات مرحبا ورده تقبل ولا انا ما نقبلش الحق علاش؟ ما نجمش اوكراني بيوتا اوكراني يعني راجل اوكرانيه لا مرا لا اوكرانيه مرا يعني معايا في الدار لا نجم نعاونها نبيتها في مكان اخر ما في دار الحق لا ما نجم علاش في قلبك مش كبير باية تقبل ولا انا وين انت لهنا داري انا وين ساعه له هذا واحد ساعات اذا قاعد والله الرحمه تهبط وعم ربي كيف الرحمه وبلندا
انا نت... بلوندا وعينيها زرق و هي لا وليا هي وليا وليا بريتو عليه زيد مع امي انا نقبل دعوه الاوكرانيات مع امي وحيد نذكر هكا شخصيه نقبل اي قلبك كبير والله والله قلبك نفدلك قلت لك اوكراني والكل ملجي مرحبا بهم كل وجههم حاله مش مشكراني الكل خاطر مش عندي قصر الداش اما كي يبدو زويز بزوز ثلاثه مغسورين مازالش راسه ذنب هاك قلبك كبير قلبك كبير انا يا خويا متعهد بزوز كعبتين أنت كعبتين وهي كعبتين أي كعبتين كفيلش أربعة بارتريس وردة للا مرحبا بحذانا عايشك مسخونة شوية كبيرة أيه؟ كل واحد عندك خمسة ثواني باش تهدي له أغنية من ديزانفيتي ولي كرونيكور نتاعنا كلمتين للميقال حبيب خندور واش الدور قد شبقت كلمتين أكاو غني له أغنيتي غني له أغنيتي نحبك قد الحب الكل يلا تي اللي باش نسمعه إن شاء الله أوكرانيا ما غير ما تجيو سيبا عندي ورحتكم يلا نحب قد الحب الكل وقد محبة ناس قبل نحب قد الحب الكل وقد محبة ناس قبل وقد الخيل وقد الهيل وقد الصحراء وقد البل نحبك قد الحب الكل الله هاي نونسيني وسخنا سي بون زياد هاي زياد زياد المكي شنو تهديل اللي ما عندوش بنات انا سي عجرم اللي ما خلفش بنات قالوا لي روح براني يا بنات يا بنات يا بنات يلا شنو هدي له اغنيه على الايام اغنيه عصام العبيردي هاي شو سي عصام على الايام لو تصبري معايا على الايام لو تصبري معايا على الايام بكره انتلاقى لو كان فيها اجسام لو تصبري معايا يا ختام ما مسكمل باي شو تقول لك المغاربه واش قلت الله يخليك تصبري معايا باي شو تهدي لها غني ولي زاده عاد شبي نغني لها اغنيه احمد شيبة سيبك سيبك انت تسيب انا حصيب لو انت تسيب انا حصيب احمد شيبة مصري مش تكتشف اول مره هي مش نغنيها سيبك من اللي يقول لك بحبك بكلام اما ناس كلامهم عسل ومن جوه مش تمام دور ما بين الناس على اللي يشتريك وشوف لقلوب الناس بقلبك مش عينيك اما ناس بتضحك لك عشان تضحك عليك الله 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 عبش نبي بسؤال متبادل لا لا بالطبع ماخذ في خاطر عش باش يسألك أنت أنا شنو عملته لك باش يسألك هو يسألني أنا خاطرك أنت أنت اللي بديتي لا أنت اللي بديتي العكس والله أنت والله أنت اللي بديتي خلنا حال أنا ماذا بيت أنا كي نعمل حاجة نبدأ في كم مدرك العقلي خلنا نبدأ واحدة واحدة ساعة باش نفضوا الإشكاليات الكل أنت بياخذ في خاطرك من باي بالطبع علاش علاش خاطر هي ما فهمتش بيا ما نعرفش كل ما تعمل انا نقول حاجه بيا يعني ما فهمتش حطيتني انا في مخها ما نعرفش علاش اخر ما انا اكثر حاجه غاضتني مو مش غاضتني ما انا ما يهمنيش وقت اللي هي ما قعدت على في التيك توك مكوا انا كي قلت انا راجلي نحب ونحب يعني يعني نعيش خدامه تحت سجين راجلي يعني انا نعرفش قاعده نقصد بها يعني نقصد رجل شجاع رجل قوي رجل محلام ما نحبش رجل ناي رجل صنديد معناه هذا القصد منه هي بايش عملت حتى كي عملت التيك توك ماني ميقلقنيش اما يعني المكياج اللي عملته يعني كانه كوم كواري في المكياج تعمله من هنا لهنا
وحتى مش انا راني شوف الصحفيه ريم قيدوز نحييها هي حتى قلت عيب عليها بيا تعمل الورده هكاكه يعني شوف انت تتلقى انت ما تغش عليها خاطر ما عجبتنيش الحكايه اي معناتها اقصد هاك وصلت ميساج انت جونتي هذه حاجه الحاجه الاخرى الكبيره مازال هو برشا لما حاله ما نعرفش بيا ما فهمتهاش بالعكس هي بيا قبل حبايبتي ونحبها كانت في الوطني مش خاطر قدام انا راني ما نترهدنش لحتى حد تعرفني كلمتي نقولها كي كانت في الوطنيه الاولى ونتذكرها وقتها عملت ايميسيون وعيطت لي في الحمامات ربما هي نسيت واستقبلتني وعدتني يعني كما انا نحبه اكثر من اللي انا نحب يعني انا قاعده نخزر لها بك العين الكبيره ما فهمتكش علاش انت عملت لي هكا تخزر لي لا بجد قعدت نخزر لك على ما قلت شيء انا ايش قلت فيك قلت فيك حاجه خايبه كمل كمل ورده باش نعمل برك كمل ورده باش نسمع بها يعني. كمل ورده كمل ورده ومن بعد نسمعك بها شو يعني هي السب اللي سبته لي ساعه اخر مره تو انا ما نتبعهاش ايش قاعده تعمل انا يعني انا ما يهمنيش فيك عيش حياتك انت حره يعني انا ما دخلني فيك شيء ما انت علاش تدخلي فيا انا كيفاش دخلتي انا دخلتي فيا معنى كيفاش تسب فيا قالت لي عندي موثقه قالت لي يا جاهله يا متخلفه يا قعره وكان انت باش تشكي باش تشكي هاو نزيد نقول لك الكلام هذايا باش المره الجايه ما عادش تدخلي في حاجات خطيتك شنو الحاجات اللي دخلت فيها انا هي خطيتني انت اصلا كي نزلتي يعني على ستوري نتاعك كي نزلتي الكلام هذا انت في مخك لي انا نزلته الكلام اللي حكيت عليه هي واضح به هاني سمعتك ماخذه في خاطرها منك سمعت باي معناتها شنو ردك انت باي شو كيفاش تخزر لي شوفك الكعبه مانيش باش نجاوبها شنو باش نجاوب لا مانيش باش نجاوب كي واحد يبدا ماخذ في خاطر كاني كان فما حاجه غلطه قول له على السبي على السبي فيا تقول يا قعره يا متخلفه انا قلت مانيش باش نجاوبك تو باش نجاوبك متخلفه ما نجاوبش مين ونجاوبك انت متخلفه عيب عليك والله عيب عليك الكلام والله هي انا مانيش باش نجاوب يا اما هكا هل المقصود انا مانيش باش نجاوبك هل المقصود انا باش نقول لك حاجه كها ادخل شوف فيديو هبطتها جاوبتني انا في جوديتو وقت الدوبة قلت هي سبت برشا ناس انا برشا لا سبت لا سيبت تعرف هذوك اخرجوا وذوك نسكر عليهم وذوك نحي لهم بطاقه احتراف وذوك نعمل له وذوك نعمل له نجله ومنيل وانت شي هم هذا شو وذوك شي تسب في النا وانت شي حتى محامي عليهم انت ايش دخل انت ايش دخلك فيها ما احنا انت وش يهمك انت ايش دخلك فيها والله حال لا والله البنيه هذه دخلت للدومين واحده واحده لا تغني لا شيء جات مش باش تغني جات باش تسب وتقشت للناس تاع قدر العبيد شكون اما انا ما قلتش يا مدام راني انا من 2003 فنانه مش عملت تغني 2003 اش عندك عملت كيما قلت كما خرجتش من قاره راك في داركم توا قاعده ما عملت شيء ولا حاجه ما انا نعطيك حاجه انا راني في دارنا شوف ربي انا نحكي لك حكايه والله ما جيت بلا نعطيك حاجه ما انت حطها في مخك هذه يسمعوا فيها كان مش امين قاره والحوار تصير لك برا انت تو لا 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 لحظه ورده لحظه يعيشكم امان انا نرفض انه يتقال كلام مش تاع احترام في البلاد صوت من الحكمه عادي مش يا كرزانه وكلمه الباهيه الله يبارك اللي متغش من الاخر كله راني متغش عليك كلمه باهيه الله يبارك الله يوصل المساج بطريقه باهيه ما فيهاش معناتها لا تجريح حتى انا هكا غنيت لها غنيه محلاه لطيفه معناتها كي يبداو زوزه كي انت كبيرتنا اليوم اي بتبيع حتى نشوفوا الساعه شكون اكبر مني بكش فما شكون اكبر مني وما تخافش يا عجبكش خرجوا في طاقه ثانيه اللي نعرف شويه برب اي اما كبيرنا ناس كبيرنا انا ثم مثلا تو مثلا ميقالو راه نجم يكون اكبر مني وكل جديده نعرف عليه يبان اصغر مني يظهر اكبر مني هاي هو يظهر تفتخر باللحيه انت برا سيدي اكبر واحد كلمة طيبة كلمة منك اما اللي اكبر منك في وسط العركة لو كنت تقول اكبر منها مش لطيفة كلمة باهية شو زوز زوز معناتها انا ما نحبش هكا انا ماذا بيا معناتها انا ماذا بيا شو انا ماذا بيا ماذا بيا اللي قبل انا راني لا نعرف على الفيسبوك ولا فهمتني ولا نشوف الفيديوهات من تسب فيا انت جنة ما نفهمش اي ساعات هكاك نسب عاد سير لها مش مشكل ساعات يقع لي في خيوط راسي يمسوا المشكل انا والله سمعت لي فما مناوشات بين ورده وبي كي شفت اليوم ورده انتظرت انهم باش يتصالحوا وثم حاجات هكا باش تقع خاطر احنا كنا فنانين ماذا بينا تصويرتنا تبدا محلاها لبرا
ماذا بيه يتسارح صحيح. أنا أعزك الكلمة الباهية عندي أنا أي ماذا بينا طاح الكف على ظله وما صار حتى أي ما صار شيء وسوء تفاهم ويحصل وانتم وخيات مع بعضكم وكنتوا صحاب ومحليكم أي معتها ما فيه بيه معتها صار بالنسبة الشيطان أحضر أنا في ساعة سعيدة اليوم أهي. كل واحد هاو قال اللي عنده تفرهد شوي أيوة ونبدأ صفحة جديدة من اليوم هو شي يقول يقول أفضلكم من بدأ بالسلام والسلام سماح وردة نبدأ صفحة جديدة من المرة اللي لا لحظة نبدأ صفحة جديدة من اليوم أنا بديش سمحت هاي سيدي هاي ربحت من الميكان أنا بديش شو سمحت ما معنى سمحت نبدأ صفحة جديدة شو معنى يا سمحت هذوما كل ديتات نحن نحلوهم بعد الله استنى أنا طلبت حاجة واحدة شو شو أنا تقلقت راه كيف تعدى إيميسيون بالحق ما غير حتى شيء باش تعدى إيميسيون كل عرق أنا خذ صراحة ننسحب شو حكينا نقول عرق يا خويا أنا جاي مش نعرق لطفي لطفي عاد تعاركوا لطفي لطفي مش هكذا لكن هالكل تعارك انا نعارك كما توا ماني لطفي يوم لي انت مصيب حد يا اخي تونس كل عركتها انت نورمال تونس وما جاورها انت حس لقيت قبيل يا لطفي يا سامي ليش هاتو خذك هاي بابا نتوكلوا على ربي لطفي افتح الكرسي تحكي يا مرضك بايا خلنا نبدا نقطع السيف ونبدا نصف حاجة باللي هذا اللي قالك تونس كل تعارك تونس كل عارك عمل لنا ايميسيون قطع فينا ورش جبتكشي قتلكش شبيك قلت انا ميسيون شاف انت عملت ميسيون هالكل عامل لنا حليقه هالكل تقطع فينا ليه ليكونيكا ولي زانيماتور والناس الكل انت ما سيبتنا كيك ولي تجي الحيوان الكل تتشكمل ليه ما سيبنا كما جو الكل طيب مش كمل على مرمتها لا ياسر ياسر ليه انت مش كمل على الحبه ما تسكتش انسنا انسنا اللي قال لطفي لنساوه امراه كبيره عيب لا اخذ شو محلالك انت عوض واحد تدعي لي الحين الخير يا ورده خليك محضر خير يا ورده ما خذ يا ورده انزل ورده تعمل لنا دعي وتخير معايا ما سالش انا مراه كبيره انا مراه كبيره عملت دعي وتخير شو شو اقول لك حاجه اذا جاي اذا جاي باش يعمل باش يحرك اسمه شويه هذا باش يحرك لك هذه باش يحرك اسمه شنو عاد تعفسه في الاسم اذا جاي حيحرك اسمه شويه على حسب ليه عاد اسمي انا ضعروف ليش ضعروف يخلف على مينقاره بخير راك طيب فتي كنا مينقاره لا عندها اسمها لا لحظه باسمها باسمها قبلي انا ادينا الكاميرا كشف لا لا عيب لا بالحق يا لطفي انت احشم على روحك هاي تقول لي كلام المصري ليش نقولوا مع اكثر من 10000 مليون مره والله ما فهمتش علاش معناتها الامور هاك تشوف ساعه ما قالش ما فهمتش علاش قلت له حاجه هنا انا اقترح عليكم نعملوا ترتيحه صغيره ايه ونرجعوا بعد شويه نكمل ولا تفرهيد ما روح على روح ما روح على روح على شويه اي لا نمشي فاصل نعملوا ترتيحه صغيره نرجع نكملوا بقيتي الناس الحلوه سايقه يا سيدي يا جمال وماله ضغط كتير عني ما تقرب مني